صباح الخير مشاهدينا، نرحب فيكم في الحلقة الثانية من الرسالة اليومية لدورة الألعاب المدرسية الدولية من مدينة عيسى الرياضية اللي تحتضن العديد من الألعاب اللي تتضمنها هذه الدورة. أكيد راح نشهد معاكم ونعيش منافسات وتحديات مع انطلاق اليوم الأول للمنافسات الفعلية. خلكم معانا وراح نبتديها من منافسات لعبة الريشة. صافرة البداية انطلقت واحنا راح ننطلق معاكم تحديدا من صالة الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة اللي تحتضن منافسات الريشة. المنتخبات قاعدين تتنافس بشكل كبير، تحدي عالي، إثارة من خلال المباريات اللي راح نشهدها في هذه الصالة. خلكم معانا وراح نتابع معاكم لقطات من هذه المباريات والتحديات، وأكيد راح ناخذ لقاءات مع الوفود المشاركة في هذه اللعبة. حدث عالمي، شفنا أمس الافتتاح، شفنا العالم كله على أرض مملكة البحرين. أتوقع هذا حدث غير مسبوق في مملكة البحرين، أكثر من 5500 رياضي ورياضية من جميع أنحاء العالم، مستويات عالية جدا. شفنا كثير في منتخبات وطنية تشارك في هذه البطولة، حدث مهم جدا بالنسبة للريشة الطائرة، لطلابنا، للاعبين في مملكة البحرين أن يشوفون ويختلطون مع العالم كله، فحدث مهم جدا وتجربة رائعة للطلاب. منتخب الصين موجود وهو أفضل منتخب في العالم، منتخب تشاينيز تايبي موجود، في 4 أو 5 فرق عالمية على مستوى عالي جدا موجودة في هذه البطولة، بالإضافة إلى منتخبات بلغاريا والتشيك وكثير من المنتخبات اللي شفناها. يعني هي صح بطولة مدرسية، بس احنا قاعد نشوف منتخبات تحت 19 سنة موجودة في هذه البطولة، فالمستويات نتوقع خصوصا من بكرة في بطولة الفرق اللي موجودة حالياً راح تكون مستويات عالية جداً. وحنا قاعدين نجهز يعني في المدارس اللعبة هذه شغالين عليها، فاللي معي مجموعة من الطلاب يحبين اللعبة جهزناهم في فترة بسيطة، والحمد لله إن شاء الله نبيض الوجه إن شاء الله. اخترنا مجموعة لاعبين، 3 لاعبات و3 لاعبين، وسوينا لهم لقاءات وبطولة معينة، فالحمد لله يعني جاهزين. وأشكركم جداً على البرنامج الحلو والرائع اللي صار أمس واللي صار اليوم، الاستقبال، الضيافة، التجهيزات كلها بالكامل، من وصلنا إلى المطار إلى الحين ما يعني مهما قلنا ما وفيناكم جزء من حقكم. بطولة حلوة، يعني نكتشف مواهب بعض فيها ونقابل يعني باقي الدول وننافس. أول بطولة لي أطلعها مدرسية، وأحلى ومن أحلى البطولات اللي طلعتها، ما حالفني الحظ، بس يعني تجربة حلوة. إن شاء الله يعني فريقي يكمل الباقي، حقق مركز يا رب. والله كانت استعدادات حلوة، يعني تمرنا ويعني سوينا علينا. بطولة مهمة جدا، ويمكن الاتحاد العالمي للمدارس عمل لقاء هام جدا مع أعضاء اللجنة الأولمبية الـ IOC كان في لوزان في سويسرا، وتعتبر البطولة دي معتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية لأهميتها وأهمية رياضة المدارس في هذا التوقيت. إن احنا ندخل الرياضة في المدارس هو البناء الحقيقي للمستقبل، إن أنا أكتشف مواهب للمستقبل فبكتشفها من المدارس، فتعتبر هذه البطولة وتجميعة البطولة حاجة مهمة جدا لمستقبل الرياضة العالمية. أولا لعبة الكاراتيه، الكلمة الأساسية اللي هتلاقي أي لاعب كاراتيه أو أي حد بيجمع عليها أن رياضة الكاراتيه هي رياضة الاحترام والانضباط، فالحتتين دول مهمين جدا لبناء اي حد، لبناء الطفل، لبناء الانسان.
فالاحترام التام ما بيننا هو ده الأساس. والله المشاركة مثل شوفة عينك، كل معظم الدول جايه مشاركة ممتازة، ونكسب بيننا وبين اللاعبين البقية الاحتكاك والخبرة، ومنهم بين ثقافة البحرين. بإذن الله مستعدين بأقوى ما عندنا، وداخلين معنويا نفسيا أداء كل شيء بإذن الله. الواحد لحد راح تشوفون الواحد هني. كنا مع لعبة من ألعاب الفنون القتالية اليابانية، غطينا معاكم لعبة الكاراتيه وبعض اللقاءات والفعالية اللي موجودة هنا من منافسات. أكيد متواصلين معاكم، خلونا ننتقل إلى حدث جديد ورياضة جديدة من دورة الألعاب المدرسية الدولية. والله البطولة تشكل، أنا أشوف نقلة في للرياضة البحرينية، والأحسن من هذا أنها بتتجه إلى أن تكون ثقافة رياضية في المدارس بالصيف، وهذه شغلة جدا مهمة اللي دائما سيد سمو الشيخ ناصر كان يتكلم عنها، كيف أن نخلي الرياضة تكون عادة وليس تكون ممارسة تكون. فإن شاء الله من خلال هذه الدورة نتمكن أن نكون الرياضة تكون عادة وتكون ثقافة بين كل شرائح البلد، من العائلات، من الأولاد وفي المدارس، ولا من المقيمين على هالأرض الطيبة. بالعكس تمثل لي الكثير، وخاصة أن البحرين تستقبل هذه الوفود، أن هذا واضح أن في شيء إنجاز قادم للرياضة البحرينية. مباراتي كانت ممتازة رغم الخسارة، كنت ألعب مع أحد أفضل لاعبين اللي هو أحد أفضل المنتخبات، لكن الحمد لله على كل حال. من القاعة بي من مجمع صالة عيسى بن راشد ومنافسات البينج بونج، منافسات محتدمة أكيد، مواهب كبيرة، فرق كثيرة مشاركة، أبطال عالم إن كان نتكلم عن الصين والصين تايبي، وأيضا منتخباتنا الخليجية ومنتخب البحرين متواجدين في هذه البطولة، عدد كبير أكثر من 140 متنافس من الجنسين في هذه الرياضة. طلعنا مع اللقاءات، طلعنا مع لعبة البينج بونج، ومنتقلين وياكم إلى لعبة ثانية. أمانة هذه فعالية كنا نحتاجها في منطقتنا أو المنطقة العربية بشكل عام. تفاجأنا الأمانة بالافتتاح أمس، تواجد عملاق من الجمهور البحريني اللي للأمانة هتف ورحب في جميع المنتخبات من مختلف الدول العالم بشكل يعني كان يشرح الصدر. تواجد كبير لجميع الدول، 23 دولة من أنحاء العالم مشاركين في لعبة الجودو، أكثر من 160 لاعب ولاعبة، عدد كبير، عدد يحتسب للدورة ولنجاحها. تحضير دولة الكويت حق البطولة المدرسية جيد، الدول كلها طبعا نفس التحضير، مشاركات حلوة، تفاجأنا بدول يعني ما حد كان متوقع أن هالدورة هذه تجمع الدول العالم كلها بهالبطولة هذه. ومن ألعاب الصالات المغلقة إلى مضمار استاد البحرين الوطني، لعبة أو دورة الألعاب المدرسية الدولية هي بمثابة ألعاب أولمبية للطلاب، وأكيد لن تخلو من أم الألعاب، ألعاب القوى.
مع ختام اليوم شهدنا منافسات كثيرة، منافسات من خلال ألعاب متنوعة، مواهب كثيرة، منافسات ومفاجآت شهدناها من خلال المستوى الفني اللي قدموه كل المشاركين في جميع الألعاب اللي شهدناها من خلال رسالتنا اليوم. أكيد مستمرين معاكم، الألعاب مستمرة، في الأيام القادمة ألعاب أخرى، مفاجآت أخرى، وكل التنافس اللي موجود من قبل المشتركين، وأكيد اكتشاف للمواهب المميزة جدا من جميع الدول المشاركة. حتى نلقاكم في ذلك الحين، مع السلامة.